أنه جزء من تكبير حجم القضايا اللي بتخصني والضجة اللي عم تعملها بتهدف إلى إعادة الفوضى إلى سوق القطاع. الاتفاقيات تحترم من الجهتين، في قصة كرامة بدها. البعض يتحدث عن مقاله، ما فينا نكون منبطحين قدام حيالله شي جايينا من برا. يبلشوا بالسياسيين، ليش بتبلشوا فيه؟ إذا هالقد عندهم على السياسيين يبلشوا فيهم، يما هني جبنة ما بيسترجوا، بس بيسترجوا علي لأن أنا لا عندي زعران بالشارع ولا عندي حزب. هالمبادرات اللي أخذناها واللي أخرت بالانهيار واللي رجعت أعادت الاقتصاد إلى النمو، هذا تقرير غبي، لأن منصة صيرفة بالعكس بتأمن شفافية.